محافظة الوادي الجديد نظمت نقابة المعلمين بالوادي الجديد احتفالية لتكريم المعلمين ومدير المدارس والأمهات المثاليات على مستوى إدارتي الخارجة وباريس. الزميلان خالد عز الدين ومحمد حسين رصد هذه الاحتفالية. تكريم المعلمين والمعلمات من المتميزين في الحقل التعليمي بالوادي الجديد كان محور الاحتفالية التي نظمتها نقابة المعلمين في أمسية رمضانية بمقر مدرسة 6 أكتوبر الابتدائية بالوادي الجديد. الاحتفالية شهدت العديد من الفقرات التي قدمها طلاب المدرسة في حضور المهتمين بالتعليم والقيادات الشعبية والتنفيذية. طبعا هذه الاحتفالية تأتي من دور يعني طبعا التربوي والدور الاجتماعي الرائد لنقابة المعلمين في الاحتفال والاحتفاء بأبنائها المعلمين اللي هم طبعا بيبذلوا الغالي والنفيس من أجل خدمة العملية التعليمية. وإحنا برضو كالعادة ودايما على ميعاد معاهم إحنا نكرم المتميزين من المديريين او المعلمين او كل من يبذل جهد واخلاص في سبيل رفعة هذا الوطن اللي احنا طبعا بنكن ليه كل تقدير واحترام. طبعا احنا تقديرا لدور المعلم في دوره في نهوض بالعملية التعليمية داخل إطار التعليم محافظة الوادي الجديد وفي إدارتي خارجة وباريس، حبينا إحنا يكون لنا دور في تقديره وتعزيزه، إن إحنا نكرم هذا الرجل اللي بيفني عمره، اللي بيحرق نفسه من أجل أن ينير درب وطريق الآخرين من أبنائه التلاميذ. فعشان كده عملنا مسابقة، المسابقة دي كانت منشقة أو مقسمة إلى مجموعة من الأقسام، معلم مثالي على مستوى إدارة الخارجة، ومعلم مثالي على مستوى إدارة باريس، مدير مثالي من كل مرحلة ابتدائي إعدادي ثانوي، وكذلك إدارة الخارجة وإدارة باريس، ثم الأم المثالية من إدارة الخارجة. هذا يعطي للمعلم وللمدراء دافعا إلى مزيد من التقدم، إلى مزيد من العطاء، لأن التعليم رسالة سامية في المجتمع، يجب علينا أن نتكاتف جميعا من أجل أن يحظى أبناؤنا بتعليم جيد وترتقي مصر عالية خفاقة في سماء الأمم، لأن مصر تستحق منا الكثير. وأنا أشكر كل من ساهم في إنجاح مثل هذا اليوم، وكل من قدم هذا العطاء للمعلمين والمدراء حتى نرتقي بالتعليم عامة في مصر. جميل ان انا احس بالتقدير من ادارتي ومن قطاع التعليم والنقابة التربية والتعليم بتاعتنا في الوادي الجديد طيب الخارجة. حاسة بفرحة داخلية ان انا بيكرموني، ان انا مش قبل ما اكون مديرة فانا ام في بيتي وام في مدرسة لاولادي وام كمان حتى لزملائي الاكبر والاصغر مني، ان لازم احتوي الجميع قبل ما ببقى بتعامل ان انا مسؤوله، لا بتعامل بمسؤوليه اتجاه الكل زي بعض سواسيه، ما عنديش تفرقه، يعني بعملهم كانهم كلهم اهل بيتي. كان في اقتراح من نقابه المعلمين ان يقام حفل ختام الانشطه في المدرسه مع امسيه رمضانيه، لان المدرسه تعتبر يعني مجهزه ومهيئه وفيها امكانيات، فاحنا طبعا لبينا الدعوه مباشره. لازم نكمل بعض، وخاصة أنا ما عرفت أن في أخوة زملاء وأفاضل هيكرموا، فقلنا إحنا برضه نكون السباقين بالتكريم ده. نعم، التعليم ثقافة وحياة وتقدم. من الوادي الجديد،